السيد رئيس المجلس الأعلى للشباب تكريم لوزارة الشباب والرياضة يستلمها نيابة عن السيد الوزير. لقد تفضل السيد رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للشباب، وهي بادرة طيبة، لأنه يعلم بأن روح الشعب الجزائري في شبابه. فماذا لو التزم هذا الشباب اليوم وفي هذه اللحظة بالذات بأن يجدد العهد ويجدد القسم بأنه سيعمل على بناء هذا الوطن العزيز وبناء دولة قوية، وجلم الشمل بين الجزائريين أولاً، وكذلك المناسبة سانحة أن يجتمع أو يلتئم الشمل العربي في هذه البلاد الطيبة الطاهرة. أول نوفمبر أيها الفضلاء صنعه الشباب، فغيروا مجرى التاريخ في وطن كان يظن فيه العدو أنه خالد تالد لن يخرج منه أبدا. ونعيش اليوم نحن أبناء الجزائر هذه اللحظة التي بحمد الله تعالى وقوته ننعم فيها بالاستقلال وننعم فيها بالحرية.